قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في برنامجنا. اسم البرنامج إيه؟ أحلى كلام. أحلى كلام. طبعا معانا حنونة القمر. ازيك يا حنونة؟ الحمد لله يا عم بسيط. معلش يا خالد، انا لقيتك اتاخرت قلت ادخل مكان. صح، كونوا سعداء وخلينا سعداء وكن سعيدا باسم الهدرجه. ازيك يا خلود؟ يا اهلا وسهلا بيك، منورنا وسهلا. ازيك يا مدو يا حبيبي، اخبارك ايه؟ البسبوسه ايه؟ انا جاي عشان اهو شفتوا محدش اكل البسبوسه. البسبوسه في ايده. انا بصراحه جاي عشان حته البسبوسه دي. اه جاي من البيت عشان البسبوسه. هم كلموني قالوا لي ان في بسبوسه بصراحه، فانا قلت اجي بصراحه اخدها. شافها في اللايف اللي هي جنب البسبوسه بالسم الاري. بسم الله. بس انا ما اعرفش قصه البسبوسه يعني. بعد اقتحمت عليكم البرنامج. لا لا ابدا، ما اقدرش طبعا اشوف يعني حنونه وميدو. هذه بسبوسه مين؟ وانت طبعا خالد. انا مش سعيد. استاذ محمود المخرج الحبيب الغالي واخويا وعم ابراهيم والناس العسل اللي موجوده والجمهور اللي ربنا يديمهم نعمه ورزق وربنا يبارك فيكم. واحلى برنامج ده ولا ايه؟ واحلى كلام ده ولا ايه؟ احلى كلام. شفت بقى عم بسيم اسعدنا اهو. اي نعم، كنت سعيدا حلقه النهارده. كنت سعيدا، احنا سعداء جدا بتشريف الاستاذ بسيم لنا. وما شاء الله من اول الحلقه يقولون بسبوسه بسبوسه. وطلع او دخل عندنا الان دلوقتي بقى للناس اللي ما كانتش عارفه حوار البسبوسه. خلاص، حوار البسبوسه اهو قدامكم. صاحب البسبوسه كله قدامكم. قولها بقى يا عم بسيم وقول لي ايه رايك. لا خلاص انا اخذتها، خلاص انا عيني منها. انا اخذتها طبعا. الف هنا بألف هنا. طيب ايش رايكم الان نشوف المشاركات اللي ترشحت لتصويت هذه الحلقه؟ يلا بيقول عمو احمد بس يلا ولا يلا بيقول اول. اشوف ايه؟ اشوف على الشاشه. إيه؟ لا انا ما بشوفش هنا، اشوف هنا. بس هقول لك، انا هقول المرشح الاول هاجر خالد. هاجر خالد. اه ما شاء الله، مشاركه متميزه جدا من الاستاذ احمد بسيم. كذلك المرشح الثاني ايان غلاب. ايان غلاب. والمرشح الثالث جمانة الربعي. والمرشح الرابع يا حنين. والمرشح الرابع فيصل محمد. فيصل محمد. يلا قول لنا المرشح الرابع كمان. يلا المرشح الرابع فيصل محمد. الله الله الله. لا يا جماعه، لا 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 لا، برضه برضه التوناليتي برضه والله كبيره بقى. لا محمود اهو، الاستاذ محمود منزل لي سكسيو ما شاء الله، يعني مشارك كمان ممثل وفنان عظيم يا جماعه. الله لا العظمه لله، الله يعزك يا رب. طيب من اكثر الاشياء اللي تخلي الواحد سعيد كمان استاذ احمد بسيم، ان الواحد يهتم بالموهبه اللي هو يمتلكها. طبعا يعني الواحد اذا كان عنده موهبه وبدا يهتم فيها يعني يكون سعيد اكثر اذا حقق نجاح في هذه الموهبه. طبعا مثل طبعًا. ايش المواهب كذا اللي حولنا اللي ممكن؟ والله الانشاد ده موهبه طبعا. جميل. الـ الـ الرسم. لا سمعك صوتي بجد. لا لا سمع. الله. لا لا بعد الحلقه. لا ضد إيه؟ الحلقه سمعنا حلقه كن سعيدا. التمثيل طبعا الحلقه هتتفرق. بس يعني يا حبذا لو اثقلناه بالدراسه وبالتدريب كمان. بالتدريب طبعا. اه طبعا. طيب جميل، موهبه حضرتك ايه؟ انا بتنطط. بتنطط على بتسلل على الاشخاص. طيب موهبه جميله، بعمل اطفال. طيب يا ابو حميد، موضوعنا الحلقه القادمه موضوع بموهبتي اتميز، وكل واحد بالموهبة. اي نعم، له موهبه مميزه له عن باقي الناس المفروض يصقلها ويبدا يتدرب عليها اكثر ويبدع فيها عشان يكون سعيد كمان. هذا موضوع الحلقه هذه. متركمين على بعض. إيه نعم. طيب. انا هسيبكم بقى. طيب. تكملوا حلقتكم. ومبسوط اني كنت معاكم جدا والله. إيه؟ حلنا سعداء قبل ما تخرج بقى. انا مبسوطه جدا ان انت كنت معانا النهارده، والله اكتر حلقه حبيتها وخلانا سعداء يا ميدو. انتوا إيه نعم. على راسي، وانا مبسوط اني كنت معاكم طبعا، ومع خالد ومع حنون بنوته القمر ومع مادو الجميل ومع الجمهور الغالي على قلبي وهم عارفين ده كويس. واحلى جمهور ده واللي على راي يونس. اي نعم، واحلى كلام ده واللي احلى البسبوسه. سلام يا استاذ محمود يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا 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 القهوه ابو. باي باي. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.